وإلى ليبيا، أعلنت حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ في البلاد وتعليق الدراسة لأسبوعين بدءا من 15 من آذار الجاري في جميع المؤسسات التعليمية، رغم عدم الإعلان عن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. وقالت الحكومة إن هذا القرار اتخذ احترازيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر الإصابة. وكانت الحكومة أيضا المعترف بها دوليا قد اتخذت عددا من الإجراءات مثل تشديد الفحص الطبي على المسافرين وإغلاق المعابر الحدودية ومنع قدوم الأجانب عبر بعض المطارات. وينضم إلينا من طرابلس الدكتور هاشم بالخير، الباحث في القطاع الطبي والصحي والاستشفائي والاستشاري في أمراض الجهاز التنفسي. أهلا بك دكتور. بداية، اليوم أعلن السيد السراج حالة الطوارئ في ليبيا، كيف سوف يتم تنفيذها خصوصا مع حالة الحرب في طرابلس؟ نعم، الفكرة في عملية المقاومة الكورونا هي خطوات إجرائية واحترازية تشمل ليبيا. تتميز إلى هذه اللحظة بأنها خارج المشكلة، يعني هي قاعدة في إطار الخطر فقط، والخطوات الاحترازية هذه مهمة جدا، ولكن لازم تشمل المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. ووضع الدولة الليبية في الوضع الحروب أو في الوضع الحالي من الأزمات هو تراكم، أو تعتبر الكورونا نوع من تضعيف المشكلة أو زيادة الأزمات في القطر الليبي. فحزمة الإجراءات اللي تم إصدارها اليوم حزمة مهمة، ولكن هذه الحزمة لازم أنها تشمل كل القطر الليبي شرقا وجنوبا وشمالا وغربا. زد على ذلك أن الفكرة في الموضوع في عملية مقاومة الكورونا في القطر الليبي، هل بتكون بأسلوب العزل أو بأسلوب الحجر الصحي؟ لأن هناك فرق في التعريف ما بين الحجر الصحي لناس تشتبه في إصابتها في بالكورونا فيروس. فور اكزامبل، مثلا لا قدر الله تم تسجيل حالات في الفترة القادمة في المنطقة الجنوبية، حيتم شغل جزئين، جزء اسمه العزل الصحي وجزء اسمه الحجر الصحي. الحجر الصحي حيكون لمجموعة من الناس، أما العزل الصحي حيكون للشخص المصاب أو المشكوك في إصابته. دخول الأزمة والتعمق فيها بعيدا عن بؤرة الخطر. نعم طيب دكتور، يعني إعلان حالة الطوارئ اليوم وقدرة القطاع الطبي الصحي في ليبيا، ونعرف نحن مدى تهالكه خصوصا في الفترة الأخيرة مع ظروف الحرب، كيف ستتعاملون مع هذه الحالة، حالة الطوارئ، والتأكد من خلو ليبيا تماما من أي حالة، خصوصا أننا لا نعرف إذا كان تم إحصاء وكشف عن بعض الحالات إذا كانت موجودة لا سمح الله؟ نعم، أنا كباحث في وخبير في القطاع الصحي سواء في الوطن العربي بشكل كامل أو سواء في القطر الليبي، فالقطر الليبي حيعتمد بالدرجة الأولى على الأهالي وعلى مدى وعي المواطنين لخطر الموضوع. بمعنى أن ما دام لم يتم تسجيل أي حالات في داخل ليبيا، يبقى تطبيق الوقاية بأعلى وأعنف مستوياتها هذا المطلوب، لحديت لما الدول المجاورة لنا يحدى فيها معدل انتشار المرض. زد على ذلك أن رب ضارة نافعة، قفل المطارات اللي موجودة عندنا وكذا قلل من عملية تردد الأشخاص المسافرين والداخلين للدولة الليبية من جنسيات أخرى. فإذا الآن الفكر كله فكر معلومة وفكر تثقيفي توعوي. طيب دكتور، بإيجاز شديد فيه أي... نعم بإيجاز شديد، هل يمكن نعم. التعاون مع حكومة شرق ليبيا وتجاوز الخلافات السياسية لحصر هذه الأزمة في ليبيا؟ نعم، وطنيا هذا شيء إجباري من الطرفين اللي يتصارعوا، لابد من أنه ينظروا إلى أن الخطر هداي مداهم للجميع، فلابد من تشكيل مجلس صحي يشمل برقة وبنغازي، برقة وفزان وطرابلس. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور هاشم بالخير، الباحث في إصلاح القطاع الصحي والاستشفائي والاستشاري بأمراض الجهاز التنفسي، شكرا جزيلا لك.